في التقرير التالي مشاهدينا زميلنا موسى يحيى أجرى لقاء مع أصغر روائية سعودية والحاصلة على شهادة جينيس للأرقام القياسية لإنتاجها سلسلة من المؤلفات وهي في عمر صغير جدا. خلونا نتعرف على ريتاج الحازمي في هذا التقرير. صنفت كأصغر كاتبة سلسلة روايات بالعالم وحصلت على شهادة جينيس للأرقام القياسية. بدأت كتابة القصة القصيرة ولم يتجاوز عمرها 6 سنوات. ريتاج حسين الحازمي بطلة هذه الرواية. كان عمري 6 سنوات، من عمر صغير كانوا أهلي حريصين على أنهم يودونا مكتبات ونقرأ كتب. حبي للكتابة وبدأت أكتب في أشياء زي مذكرات وكذا، بعدها كتبت قصص قصيرة. كمان بديت أكتب في صحيفة عرب نيوز ونشرت أول مقالة لي بعنوان Envisioning a Greater Saudi Future، واللي يتكلم عن دور الجيل الجديد في تحقيق إنجازات من رؤية المملكة 2030. ألفت 4 كتب، أول كتاب بعنوان Treasure of the Lost Sea، كنز البحر المفقود، الكتاب الثاني بعنوان Portal of the Hidden World، بوابة العالم الخفي، والكتاب الثالث Beyond the Future World، ما وراء عالم المستقبل، والكتاب الرابع حاليا تم الانتهاء من The Passage into the Unknown، العبور نحو المجهول. قررت أني أدور على لقب ممكن أحصل عليه، فلقيت أن في لقب آخر واحد حصل عليه كان قبل 20 سنة. شعور يوم ما حصلت على جائزة جينيس للأرقام القياسية كان شعور لا يوصف. أخيراً أنت تتعلمين اللغة اليابانية، ليش اليابان بالضبط؟ بصراحة اكتشفت أن الثقافة اليابانية لها إقبال جديد كبير في العالم، فقررت أني أركز في الثقافة هذه لأنها صارت معروفة كثير بشكل كبير في العالم. شكرا لزميلنا موسى يحيى على هذا التقرير مشاهدينا، وبكذا وصلنا لختام حلقتنا. نشوفكم بكرة في نفس الموعد، أمان الله.